نياحة الدكتور نصحي عبد الشهيد. اليوم استراح في الرب بعد سنين طويلة من الخدمة في التعليم الكنسي الشماس المكرس الدكتور نصحي عبد الشهيد أستاذ علم الآباء عن عمرنا هذا 91 عاما. يعد المتنيح الدكتور نصحي عبد الشهيد من أبرز المتخصصين في علم الآباء بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فأسس مركز دراسات الآباء بالقاهرة الذي هو مؤسسة القديس أنطونيوس للدراسات الآبائية، كما تتلمذ على يديه عدد كبير من الباحثين المتخصصين، بالإضافة إلى ترجماته ومؤلفاته التي أثرت المكتبة القبطية والمسيحية العربية. وبعث قداسة البابا رسالة تعزية تحدث فيها عن أهمية دور وخدمة المتنيح، فقال: نودع على رجاء القيامة الدكتور نصح عبد الشهيد، نودعه خادما أمينا ومعلما أبائيا ومكرسا باذلا وأيضا كاتبا رصينا أثرى المكتبة القبطية بعشرات من الكتابات والمترجمات التي تعتبر مراجع غنية روحيا وأبائيا، كما صار أبا لكثيرين تتلمذوا على يديه في خدمة الكنيسة، وقد شجعهم على القراءة والبحث والدراسة، وفتح أمامهم مجالات المعرفة الكتابية الغزيرة والأبائية الأصيلة. إنه بالحقيقة خسارة علمية وروحية كبيرة في حياة كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. نودعه قامة كنسية رفيعة وصاحب علاقات قوية مع معظم أباء الكنيسة. نطلب صلواته من أجلنا ليكمل المسيح طريقنا وخدمتنا من أجل اسمه القدوس. أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.